أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب ندوة حوارية تناولت فيها واقع الكتاب السوري بإدارة الإعلام ملهم الصالح، وبمشاركة رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني، ومدير عام الهيئة العامة السورية للكتاب الدكتور نايف الياسين، ورئيس اتحاد الناشرين السوريين الأستاذ هيثم الحافظ. عدة محاور تمت مناقشتها، منها كيفية تجاوز الصعاب العملية واللوجستية والظروف الصعبة التي تعاصرها الحالة الثقافية وانعكاسها على الكتاب. عندما نتحدث عن واقع الكتاب السوري لابد أن نتحدث أو لابد أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بهذا الواقع. فنحن نعلم جميعا بأنه خلال فترة طويلة، خلال فترة الحرب، كان هناك تراجع بشكل عام للحالة الثقافية في سوريا، ولكن هل توقف الكتاب بشكل نهائي أم ما زال هناك استمرارية لصدور هذا الكتاب؟ هذا هو ما أردنا أن نتحدث عنه، وهو ما يجب أن نعالجه. أين توجد جوانب سلبية في هذا الموضوع أيضا يجب أن نتحدث عنه. فكرة الكامنة وراء طرح هذه الحوارية هو أن ثمة ربما مشكلة في واقع الكتاب السوري، فاجتمعنا لنتدارس طبيعة هذه المشكلة وكيفية التغلب عليها. فأعتقد أن لا نختلف إذا قلنا أن وضع الكتاب السوري ليس على مستوى الطموح. فيما يتعلق فينا كهيئة عامة سورية للكتاب، الوضع جيد نسبيا مقارنة أو أخذين بالاعتبار الظروف الصعبة المحيطة بنا، ظروف العمل، صعوبة الحصول على المواد الأساسية الداخلة في صناعة الكتاب من ورق وأحبار طباعية، وأحيانا صعوبة الحصول على الوقود اللازم لنقل الكتاب من مكان إلى آخر. فنحاول جهدنا التغلب على هذه العقبات، وأعتقد أننا يعني نحقق نجاحا مقبولا في ذلك. شعرنا نحن في اتحاد كتاب العرب من الضرورة بمكان أن نسلط الضوء على واقع الكتاب السوري. يعني من الذي يستطيع أن يشتري كتاب اليوم في ظل حركة أسعار الباهظة والغالية، وخاصة جيل الشباب الذي ليس لديه دخل أو ليس لديه عمل أو ليس لديه إمكانية أو قدرة على التعامل مع هذه المسألة. لذلك نحن حاولنا نجمع رئيس اتحاد كتاب العرب اللي هو مسؤول بدرجة أولى عن المشهد الثقافي، رئيس الهيئة السورية العامة للكتاب في وزارة الثقافة، رئيس الناشرين السوريين أستاذ هيثم الحافظ، وبالتالي أن نقوم بمناقشة هذه القضية الوطنية الأخلاقية الثقافية الضرورية من أجل أن نعيد إحياء مسألة الكتاب، لأنه بيظل كما قال الشاعر: وخير جليس في الأنام كتابه. جاءت هذه الحوارية من ضمن خطط الهيئة العامة السورية للكتاب للنهوض بواقع الكتاب السوري واستمرار الإنتاج وإيصال الكتاب لشرائح أوسع في المجتمع.